السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المصمم محمد الشهري. الإجابة على الاستفسار كيف ننشئ عمل بدقة عالية وحجم صغير في الفوتوشوب؟ يعني أنا بصمم لوحة 10 متر مثلا في 4 متر، تمام؟ كيف يعني أخلي لي مقياس على أساس أني أصمم بهذا الأحجام بحيث أنه يكون العمل خفيف ودقته عالية؟ أول شيء نروح الجديد، تمام، ونحط المقاسات. طبعا ما عندي متر، عندي سنتي، نحول من متر إلى سنتي، نضرب في 100. عندي 10 متر تصبح 1000، وعندي 4 متر تصبح 400. نخلي الدقة زي ما هي، الألوان ضروري تكون سي ام واي كي لأنها بتروح المطبعة، تمام. الآن نضغط الاختصار Alt و Command و I أو Alt Control و I لمستخدمين الويندوز. هذه النافذة مهمة جدا لي لأني راح أشوف حجم الملف، وهو راح يفيدني في تقليص حجم الملف بحيث إنه يحافظ على دقته. راح ننقص في الريزولوشن، هنا نخلي مثلا 15. لاحظوا معي من 1 جيجا إلى 53 ميجا بايت، تمام. طبعا أنا راح أرفع الحجم إلين أوصل ما بين 70 إلى 80. كيف أرفعه؟ عن طريق الريزولوشن. نرفع الريزولوشن الى مثلا خليه 19، ممتاز. خلاص كذا الريزولوشن عندي مناسب، الابعاد مناسبه، وحجم الملف مناسب. نضغط اوكي، واضيف بس زياده على اساس اني اعرف انه هل حجم الملف او عفوا دقه العمل ممتازه ولا لا. كيف اختبرها؟ بالطريقه التاليه. راح ندرج الصوره، اخذ الصوره هذه كنترول سي كنترول بي. طيب على اساس اني اعرف الصورة هذه قبل ما تنطبع ولا لا، انها دقتها كويسة ولا لا، ضغطة واحدة بس او دبل كليك عفوا على العدسة هنا، بعدين ناخذ الهاند ونشوف تفاصيل الصورة اللي انا ادرجتها في مساحة العمل. طبعا الصورة هذه فيها فوكس، لكن فيه اجزاء واضح انها دقتها كويسة، مثل الجزء هذا والجزء هذا، تمام. يعني هذا اللي حبينا نفيدكم فيه، ونجيب على الاستفسار الخاص بدقة العمل وكيف يكون بحجم قصير ودقة ممتازة. يعطيكم العافية.